يعني اوني تو سباتيك مي ما خرجتش الى ليت. فيما يتعلق بفتح الحدود مع المغرب العربي بالمغرب طبعا، لماذا محرومين الشعب الجزائري محروم من الذهاب الى المغرب والمغاربه محرومون من دخول حين تهضروا لي على الزطله وهذاك لا بلو كروند بلاك تورنون سي لا هولون تاع تاع الزطله با لي فرونتيير تاعها محلوله تقدر تدخل ابي سي با بور سا بلي الشرطه الفرنسيه والايطاليه والالمانيه والسويسريه يسون زاكي شرطه الحدود هي اللي راح تحبس الزطله هذه مش تحرم ناس باش يروحوا لهولندا ولا يجوا لفرنسا. شفتوا خاوتي دوك ما تحرمنيش انا من حريتي ومن بعد تجي تتبجح عليا وتقول لي انا سكرت لي فرونتيير باش ما تدخلش الزطله. لا ما سيدي مال العسكر، لا ما سيدي لي فرونتيير، لا ما سيدي لادوان، هذه هي خدمتهم. شفت دوك اذا كان الامر كذلك ما انا نسكر بابي ونسكر كارطية وواحد ما يعقب تقول لي لا نقول لك يجيو سرقه يقول تقول لي هون كاين البوليس. شفتوا سي لا ميم شوز دوك كاين لادوان وكاين لارمي اباه هما يديروا خدمتهم ولي تحكموا قتلوا لي تحكموا شنقوا وهم خرجوا دي زافيرات تاع السرقات والنهبات يا مزطلات ابا داخلين فيهم لي جينا نونات والكولونونات والولات. الشعب الجزائري ممنوع واحد مزوج مغربي ما غاداش يروح يشوف مرتو وواحد مزوج جزائري ما غاداش يروح مرتو لازم يروحوا يدور في الطياره وهذا ما جرى. وذوكا قال لك بلي سعيده بنت في الدار تاع وزاد خوه في المغرب باش قال لهم روحوا نموت ثم هما يروحوا للمغرب بيان سور والله غير نصهم عندهم ديار ثم خالتي